وفي ولاية العصابة بدأت امتحانات وشهادة البكالوريا للسنة الدراسية الحالية في 9 مراكز على عموم الولاية. ويشارك في هذه الامتحانات 2433 مترشحا، بلغت نسبة الإناث منهم حوالي 56%. صباحا في مدينة كيفا، يصود الصمت أرجاء الثانوية رقم 1. داخل الفصول يحاول هؤلاء التلامذة كتابة آخر حروف مرحلة دراسية، عسى أن تسعفهم معلوماتهم لنيل شهادة البكالوريا التي انطلقت امتحاناتها في عموم ولاية الأعصاب. السلطات الإدارية تفقدت سير الامتحان وتعرفت على الإجراءات المتبعة من قبل قطاع التهذيب الوطني لضمان شفافية وانسيابية الامتحان. تأكدنا أن الامتحانات تجري في ظروف جيدة، وأن كل الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها في الوقت المناسب. هذا العام عدلت الوزارة برنامج بالغ الأهمية، دروس تقوية وعدلت في ولايتنا، وراجين عن ذاك يعطي أكلو في نسبة النجاح هذا العام إن شاء الله. عدد مراكز البكالوريا على مستوى الولاية 9 مراكز، المترشحين بلقوا 2433. يزداد توتر التلامذة داخل قاعة الامتحان تارة، وينخفض منسوبه تارة أخرى بحسب الأسئلة المطروحة، فالإجابة هي من ستشفع لصاحبها لتخطي عقبة الامتحان. ما شاء الله الامتحان زين، ما شاء الله ما عنده مشكلة، والرقابة ما شاء الله مادي جيدة تبارك الله، والأسئلة مادي جاونا في وقتهم وما شاء الله زينين، وقريناها مادي سابقة. اليوم هون في باك مواد ما شاء الله عليه بداية زينة، بدأنا بالتربية الإسلامية ما شاء الله، الجانا كامل بعد جانا الدروس الحمد لله. يعد امتحان نيل شهادة البكالوريا نقطة تحول في المسيرة الدراسية لكل تلميذ، ما جعل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي توفر له كافة الإمكانيات الضرورية لإنجاحه. تالي الصادق، قناة موريتانيا، مدينة كيفا.